بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الجزء الثالث الخاص بهذا المشروع الصغير، خطوة بخطوة. إذا فقط أساسيات، إذا سنكمل هذا الموقع الإلكتروني باستعمال البوتستراب وجعل وخلق منيو أو لائحة اختيار إلى غير ذلك. الآن سنتعلم، بعدما في الفيديو ما قبل السابق خلقنا قاعدة البيانات لباز دوني. لاحظ، كان عندنا باز دوني. هذا الباز دوني احبائي الكرام، قاعدة البيانات اسمه راديو بي اش بي ماي اس كيو ال، يحتوي على جدول اسمه امبلويي. خلقنا واجهة لإضافة هذه المعلومات داخل هذه الواجهة. فوالا، إذا سنقوم بالذهاب إلى اجوتي امبلويي اش تي ام ال. لاحظ بأنه يحتوي على اكسيون ثم ميثود. إذا سنكمل هذا الفورميلار، سنكمل هذا الفورميلار احبائي الكرام. فوالا يا بسم الله. إذا الفورميلار اكسيون، أين سنعالج هذه المعطيات التي سنأخذها؟ أولا قبل بي اش بي، قبل سنقوم بأخذ هذه المعلومات وتجريبها. فوالا، إذا سأقوم بتست. عندي ملف اسمه تست، مثلا تست دوت بي اش بي. هذا التست لا يوجد فيه بسم الله، فقط توجد فيه بسم الله. فوالا، إذا هناك الفورم يحتوي على اكسيون يساوي ثم ميثود. ميثود سنستعمل الميثود بوست. بوست احسن من جيت، اكثر حماية، تحتمل معطيات كبيرة الى غير ذلك. اذا ميثود بوست، اذا عندما لاحظ بلا input سيبتاكس نيم يساوي نيميرو. اذا اعطينا اسم يساوي نيميرو، أعطينا اسم يساوي نو. فوالا، هذه الأشياء التي أدخلها المستعمل داخل هنا نيميرو وهنا نو. فوالا، إذا سنأخذ هذه المعطيات. فوالا، أين سنأخذها؟ نأخذها في test.php فقط للتجريب. إذا يا بسم الله، إذا يمكن أن أقوم بكتابة نيم. لاحظ، فقط لأخذ المعلومات سنقوم بنيم امبلويي نقطة اسم الكائن، هناك بوست، نعم، وسنمرر له الأشياء، اسم الحقل، الحقل اسمه نيميرو نيم. كذلك سنقوم ببئر ثم كنترول سي ونقطة نقطة كنترول سي كنترول في. هنا اسم الحقل نو، نريد استخراج نو. كنترول سي نو. فوالا، لنجرب ذلك، لنجرب ذلك. فوالا، اذا هنا فاليو سبمايت ثم بوست ثم تيست بون بي اش بي. إذا سنقوم هنا بالتجريب لأخذ المعطيات، ولكن يرجى. فوالا، الآن سنذهب إلى أجوتي امبلويي، سنقوم بإدخال بعض المعطيات. باهي، أد، لاحظ، نيميرو دومبلويي 123، نو امبلويي يساوي باهي. فوالا، يمكن هنا نو امبلويي ثم تساوي، إذا ثم تساوي. إذا لو أعدنا تساوي، إذا المعطيات أصبحنا نتحكم بهذه المعطيات. هذه المعطيات سنقوم بتخزينها داخل قاعدة البيانات، وبالتالي سنقوم بكتابة سكريبت خاص ب
أخذ هذه المعطيات وتسجيلها داخل قاعدة البيانات بدون كنترول يوتيليزاتور، بدون تأكد من صحة هذه المعلومات، فقط نريد الأشياء التي أدخلها داخل الاستمارة نريد أن نذهب بها. ليس الآن لا وقت الآن للتأكد من هل الإيميل هل الاسم يحتوي فقط على الحروف، إذا لا داعي لذلك. يا بسم الله على بركة الله. إذا سنقوم بخلق ملف بي اش بي يعالج هذه المعطيات. إذا أنا زائد سأسمي هذا الملف أجوتي employee دوت بي اش بي. فوالا. إذا كما قلنا البرمجة تحتاج لكي نربط قاعدة البيانات تحتاج إلى الشكل التالي. إذا أول شيء سيرفر نيم الذي هو عبارة عن لوكال هوست، ولكن قبل ذلك سأكتب سكريبت بي اش بي فوالا، ثم علامة استفهام متغيرات. المتغير الأول سيرفر نيم، إذا لوكال هوست فاصلة منقوطة، ثم متغير ثاني يوزر هذا اليوزر سميناه راديو، أعتقد راديو PHP my SQL. إذن سنذهب للتحقق من اسم المستعمل new user account اسمه راديو PHP my SQL، صحيح راديو PHP my SQL، راديو PHP my SQL، راديو PHP my SQL. ثم كلمة المرور، كلمة المرور إذا باسورد باس. إذا لو باس كنا استعملنا راديو فوالا. إذا ثلاث معطيات. دائما برمجة الكائن تراي لأخذ الإشكالات للتعامل مع الاستثناءات أو الأخطاء كاتش فوالا بين قوسين بي اش بي داتا object exception. على متغير ينتمي الى هذا الكلاس، وسنقوم بكتابة echo error correction، ثم سنقوم بإلصاق الخطأ، مساج الخطأ هو get me get message. سيكون عندي كائن، هذا الكائن سنسميه كون، كائن الرابط الذي هو بي دي او، يعني بي اش بي داتا اوبجكت بين قوسين لا شين دو كونيكسيون فوالا سترينج فوالا كونيكشن، ساكتبها فيما بعد. ثم اس دياز يوزر، ثم فاصلة ديز باس فوالا. اما كونيكسيون سترينج اعتقد لو لم تخني الذاكرة هي عبارة عن ماي اس كيو نقطتين هوست تساوي دولار سيرفر نيم سيرفر نيم، ثم بور واحد
يساوي البور المستعمل. سأذهب هنا لنقل البور المستعمل. البور المستعمل هو 883 مرات. واحد البور المستعمل، بور مستعمل 8889. كال هوست 8889، وبالتالي سيكون بور 889 فاصلة منقوطة، ثم اسم قاعدة البيانات database name. database name سأتأكد من قاعدة البيانات راديو PHP MySQL، عبارة عن قاعدة البيانات راديو PHP MySQL. إذن سأجرب، أتمنى من الله التوفيق أن تكون الكونيكسيو. إذن إيكو، إذن سأكتب على هنا إيكو الحمد لله، الحمد لله إن فوالا فوالا. وهنا سنقوم بإعدام هذا المتغير عندما ننهي العملية لكي لا نأخذ حيز من الذاكرة. ساوي نل، يا بسم الله على بركة الله، نجرب ذلك. إذا لاحظ، سأجرب هذا الكود الذي اسمه ajouter employee.php. بالتالي يا بسم الله سنذهب، إذن فوالا ajouter employee.php. إذن سأقوم بالتحيين ajouter employee.php. إذن هناك خطأ، الحمد لله على وجود الأخطاء. فوالا إذن الأخطاء التالية، يا بسم الله، server name localhost، user radio، pass radio، try new. إذن تلزمني فيرجول فيرجول database name MySQL localhost try catch. استسمح نقطة، نقطة في برمجة الكائن PHP ليست نقطة كبايثون استشارب، هي عبارة عن أصغر أكبر، أصغر أكبر. get message. نتمنى من الله صادقين أن تكون الأمور بسلام. هناك مشكل، access denied for user radio PHP MySQL localhost using password yes. إذن هناك أحد الإشكالات، راديو PHP MySQL localhost. إذن قبل ذلك سنقوم، الحمد لله هذا خطأ جيد. أحسن الفيديوهات هي الفيديوهات التي تحتوي على الأخطاء، لأزيل قاعدة البيانات. هل هناك هذا المستعمل يحمل بعض المواصفات الصحيحة؟ وبالتالي سأذهب هنا إلى الملف jouter-employee.php. إذن الإشكال ليس في قاعدة البيانات ولكن في المستعمل، في المستعمل. إذن سأقوم بالذهاب إلى هذا المستعمل. إذن لاحظ، راديو PHP. فوالا سأدخل إلى user account والذهاب إلى راديو ثم edit privilege والتحميل
التأكد من صحة المعلومات داتابيز راديو. نعم voilà any host. سأذهب إلى local، سأجرب local my host local. إذا ربما كلمة المرور أو مستعمل لتأكد من المستعمل راديو. راديو مانجر سأسمح إني هوست راديو مانجر، اسم قاعدة البيانات، اسم المستعمل، اسم مستعمل سأسمح، اسم مستعمل. ماذا اسم مستعمل؟ يوزر اكونت، اسم مستعمل راديو مانجر سأسمح. شوف راديو مانجر، راديو مانجر استسمح هنا راديو مانجر، راديو مانجر استسمح بانني كنت خاطئ. فوالا اذا ساذهب الى هنا واذهب الى هذا الكود اجوتي امبلوي بون بي اش في. الحمد لله اذا الربط موجود. فوالا اذا قمت بربط قاعدة البيانات بي بي اش بي الحمد لله. الآن سأذهب إلى معالجة المعطيات وإضافتها. يا بسم الله. إذا سأذهب هنا، سأحتوي دي بي داتابيز. إذا داتابيز نيم ماذا يساوي؟ داتابيز نيم ماذا يساوي؟ اسم قاعدة البيانات هي اسمها راديو بي اش بي ماي اس كيو ال، راديو بي اش بي ماي اس كيو ال، راديو بي اش بي ماي اس كيو ال. ساجرب هل عندي راديو بي اش بي ماي اس كيو ال لهذا المستعمل راديو مانجر. ساذهب هنا وساقوم بالتاكد اجوتي امبلوي. الحمد لله، اذا الحمد لله هناك ربط مع قاعده البيانات. إذا سأذهب وأذهب إلى هذا الكود. يا بسم الله. إذا سأقوم ب كما قلنا ببرمجة الأشياء. يا بسم الله. إذا عندي قاعدة البيانات، أولا دائما أتبع المراحل التالية. قبل ذلك ما دام الربط صحيحا أكتفي بهذا القدر، لا أريد أن أتعدى أو تعدى ربع ساعة في كل فيديو، وبالتالي موعدنا مع الفيديو المقبل حيث سنقوم إن شاء الله بإضافة المعطيات. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.